إشراف جات البرنامج عندي ما نقول لك تعاني من التمييز والميز العنصري في جهتها. عملت مشروع مشى المشروع قاعة رياضة، إلا أنه مول المحل حب يستولي على المحل متاعها بدعوى أنها سمرة. أنا قلت لها بالك المشكلة بينك وبينه مشكلة مدنية أو تعاقدية في إطار عقد. قالت لي المشكلة لأني أنا سمرة ونجحت وحب يستولى أو استولى بالفعل على مشروعها. الحكاية غريبة شوية بصراحة، أما كيف نسمع أنه في بعض الجهات فما كار للبيض وكار للسمر، فما جبانة للسمر وجبانة للبيض، لهنا يولي اللي تقول فيه إشراف حكاية فارغة بارابور للي قاعد صاير في بعض الجهات. على كل اللحظات الحاسمة مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. مساء الخير. في قاعد بجنبي جينا اليوم من بلاصة بعيدة برشا هكا ولا سي الناصر منين جيت نقول لك مدينة وما نشوفوش برشا بعيدة هكا. لا مش بعيدة تو. أما أنت تعبت هي تونس قد الطرف. مش حاجة كبيرة معنا مش كبيرة يا ستونس. نتعرف عليك شوية شلون تعب في حياتك قداش عندك صغار؟ أنت 5 صغار ربي يفضلهم لك. الخدمة شنو؟ كنت نخدم في حفر الآبار. غادي في مدنينة؟ في مدنينة. هاي متقاعد ولا نزلت باش؟ تو متقاعد. متقاعد قولي تبع في برنامج ولا شوي 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 شوي, شوي. عندك فكره شكون استدعاك؟ عندك شي شك؟ لا عندك شي ما عندك حتى فكره؟ لا بي. لا ما عندك فكره. شوف انا شو نعمل سي ناصر، باش خليك تهبط بحال علي وغادي نشوف شكون جايبك بحال. مرحبا بك في تونس. بيك عايش. هاي تفضل. مرحبا بك سي ناصر. مرحبا سي ناصر. شنو أحوالك سيدي؟ بس لاباس عليك. مرحبا بك سي ناصر، تفضل اقعد هنا. مرحبا فيك. يبارك فيك. مرحبا بك سي ناصر في برنامج عندي ما نقول لك. اول مره تجي بحذاك. اول مره. عجبك الجو ولا فرحوا بيك الجماعه ولا مفرحوش بيك؟ عيبي. مرحبا بيك. قداش عمرك يا حاج؟ والله تقريبا سي علاء اكبر منك بعام ولا عامين. لا لا قداش عمرك؟ اكبر منك بعام. لا مستحيل. قداش عمرك؟ عمري 60 عام. 60 عام. تبارك الله شباب. لا باس الحمد لله. والله تبارك الله عليك. لا لا باس الحمد لله. مرحبا بك. خدمة ماشية صبا؟ لا باس لا باس لا باس الحمد لله. مدنين باهية. خارق العادة تونس كلها باهية. الحمد لله بغادي لاباس. لا تونس كلها باهية الحمد لله. أي باهي. مرحبا بك. عندك فكرة شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي؟ الله يعلم الله. إن شاء الله إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا سيدي. يلا باش نقدم لك بعض المؤشرات لعل وعسى يقربوا لك ويقولوا لك شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. إلى المؤشر رقم 1. طب اللي يعشق يعشق السمح واللي يزرع يزرع القمح. اللي يعشق اللي يعشق يعشق السمح واللي يزرع يزرع القمح. انا ذري فيها امراه الحكايه. عشقت قبل والله حبيت 60 عام يا خويا. اش بي شنو 60 عام ياسر؟ انا 60 عام الحياه فيها ياسر الحياه ممكن صغار حبيت تواني معرس بصغاري. اي حبيت المدام اللي خذيتها. اي طبعا ما حبيتش واحد اخر. لا بصراحه بالكل بالكل ثبت يا حاج والله. عملت الحكايه دي بصراحه. لا هو راهو اسمعني أي. مش نقصد انك عملت حاجه خايبه راه. لا 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 فاهمك انا. اما يا اخي ما تصورش وانا ما تتصورش به. برا نمشيو للمؤشر رقم 2. يلا طب. الضحك ساعه والبكاء مشوار. الضحك ساعه والبكاء مشوار يا حاج. الضحكه ما تدومش ما تدومش والحزن يدوم ما يدوم. هو واحد يقول ان شاء الله الضحك يدوم. ان شاء الله الضحك يدوم بصراحه ان شاء الله. علاش واحد كيضحك برشا ويبدا فرحان يقول يا ربي دوم الضحكه خاطر الضحكه قصيره. صحيح. اما الحزن خايب خايب. لا خايب صراحه صراحه ما يحسك قرب لك شيء. لا والله لا ما برا نمشي للمؤشر الاخراني. طب اللي يعرف عزه كلام الناس ما يهزو. اللي يعرف عزه كلام الناس ما يهز ما يهز. قال فيك برشا كلام والله في ممكن في الفترة هذه هيك في الفترة هذه. ايه في الفترة. يلا شوف معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما قلت لك. سامحني خويا على هذه. سامحني خويا. اقعد بحذايا يا حاج. سامحني. لا ما يسالش اسمع. اقعد بحذايا انا. انت بحذايا انت ضيفي انا راهي. اي مرحبا بك. لا ما يسالش ما يسالش. تبعني تبعني ما يسالش. انت راك ضيف عزيز علي. يا رحمة عليك الله يبارك فيك. اسمع ضيف عزيز علي. الله يبارك فيك. وراه المصارم ما تقدرش تتعارك. خلينا نسمع.
اسمع مني انا الساعه. لا لا سامحني تو السيده هذه بيني بينها قضاء. اي ما يسالش ما يسالش خلينا من القضاء. وعلاش يا خويا بلاش خلينا من القضاء. علاش نزيدوا فيها ونقصوا؟ فما قضاء بيناتنا. اي متفاهمين متفاهمين. لا احنا نحكيو في جانب انساني لهنا. اش دخلنا في القضاء؟ أنا نحكيه في جانب إنساني. جانب إنساني شنو هو جانب إنساني؟ ها باش نحكيه لك، مثالش نحكيه لك. لا سمحت. القضاء خليه يخدم خدمته وإحنا نحترموه. أيه. وإحنا لهنا الجوانب الإنسانية والاجتماعية. أحكي معايا أنا يا سيدي يا حاج. سامحني. أحكي معايا لا مثالش مثال. فما إشكالية فما إحنا عندنا مشاكل وعندنا قضاء بيناتنا ما نحبوش نزيد نطولوا الحديث. باهي اسمع مني أنا اسمع مني أنا مثال. ما سامحني اسمع مني أنا يا حاج مثالش مثال أخذ بحذاك. سامحني. تاخذ بحذاك. سامحني. أخذ بحذاك. سامحني. تو شكون قال لك كلمها أنت أحكي معايا أنا. أنت ما ثماش علاش نحكي معاك ساعة. أنا عام فرع. أنت علاش خايف؟ ما عندي علاش خايف أنا. ما نأخذ بحذاك. ما نحبش. لا أنت علاش خايف تو؟ ما خايف من شيء. أخذ بحذاك. يعطيك الصحة ما نأخذ بحذاك. أقعد بحذايا بيسيد ما قلنا واحد ما يخاف كان من رب أما كي تقعد بحذايا نحكيه بيسيد شانا وياك اسمعني يا حاج اسمع مني أنا وما تسمعش من غيري اسمع مني أنا بلك أنت على حق بلك أنت على صح علاش نسبقوا لحديه علاش نحكموا على حاجة مازلنا ما سمعناهاش علاش تقوم وتخرج بعد ما حكيت هي حكاية طويلة وعريضة الله أعلم صحيحة ولا غلط وأنت مللمون موجود خلي القضاء يخدم خدم وخلينا نحكي انا وياك والله مش بشرتي مش بالك انت على حق خذ حقك مش بشرتي باش نقعد هو هي عملت الفيسبوك شهرت فيا ما خلت ما قالت هذه فرصه هذه فرصه باش تقول راه هذا غلط فهمتني هذه فرصه باش تقول راه غلط ما نحبش ندخل في متاهات يعني مثال لا متاهات لا شيء والله شيء يعني حاج خاطر احنا تقابلنا في المركز تركيش المركز بالك انا وصلت خير يا حاج اليوم احنا في المحكمه اليوم انت بحذاك باهي لو تو احنا ال11 تاع الصباح في المحكمة بالك انت بحذايا هاك انت بحذايا بالك تخرج وانت فرحان وتحلت الحمد لله انا فرحان ديما في حياتي يعطيك الصحة الحمد لله بالك نفرحك انا الليل لا الحمد لله هاي سيدي انا باش نحكي لك الحكاية كيما حكيتها لي هي خويا علي سامحني وقول لي شنو الصحيح انت ما سالش سامحني خويا علي خليها تكلمك على الاقل كلمتين لا 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 ما سالش سامحني سامحني الموضوع هذا موضوع هذا لهنا انت هنا انت يا حاج راك تاكد كلام قلت له تحب هي انا اش تحب تقول له مدام حسبي الله ونعم الوكيل ها حسبي الله ونعم الوكيل فيه قطع لي رزقي ومازال مواصل تفضل مرحبا بالحق ما يتشرفش باش يحكي مع واحده وصيفه كما يحكي هو لا 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 تشرف لا كان ينجم يجاوب كان على حق انا جيت لهنا قدام العالم اجمع كان جا عنده ها حاجة صحيحة من اللي يحكي فيها واللي قاعد يعمل فيها أرى واجهني أما ما عندوش وجه باش يواجهني ما عندوش وجه باش يواجه قدام ابني كامل اللي هو عنصر اللي النخاع هو وصغاره يارو كان جيت عنده ذرة بركة إنه كلامه ربع 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 اللي حكي دوانا غلط أرى واجهني أما ما عندوش باش يواجه ونأكد لك مانيش وحدي راه باللي باش تعملوا مانيش وحدي برافو يخرج ومشروعي مانيش مسلمه فيه وينه مازال هنا ولا يا حاج تسلي على النبي ايش بيه صلى الله عليه وسلم فيش خفضوا الموضوع هذا يا ولدي حبيبات ولا محاكم ولا حد شيء تبع المدنين ناس طيبين راه لا لا وناس بهين تدخل يا حاج وين ولد ودو تيجي يجي بحذاني تيجي يجي يجي برا حكيت هكا الناس يمشي في بالهم اللي انت غلط يا حاج مانيش غلط يعني ما نحبش ما نحبش نظلمك يجي بحذاني ما نحبش مانيش غلط احكي معايا انا اسمع فما قضايا احكي معايا انا علاش تقعد تحكي لي ونحكي لك يا ولدي لا خبين وبالك انت بالك انت صحيح زعما بحثنا عند كل جمبوريه بحثنا عند الحاكم كله مش صحيح هكا نجوا هنا ولا صحيح احكي مع ابوك يا ولدي كلم هنا ولا صحيح هنا بيان سور تنجم تولي صحيح علاش تولي صحيح وغادي حتى غادي عند الحاكم يا سيدي تولي صحيح زاد ايجا بحذايا تفضل مرحبا يا حاج ايجا هاي صلي على النبي ايجا ما نحكيش معاك ايجا ايجا انت ايجا انت مسال ايجا انت ايجا ايجا يا ولد ايجا انا حكي معاك توسعوا بيكم يا رسول الله اش فهمت؟ لا خاطر السيدة اللي عملت كل شيء معاك مسالش ايجا خلينا نحكيو شويه مسالش مسالش اسمك سامحني سامية بربي يا سمير وسع بالك معاك خلينا نفركوها الرومان ويا سيدي انا البنيه هذه جات حكيت لي حكايه هاني باش نحكي لك شنو حكيت جاتني قالت لي انا كريت محل من عند الحاج عملت فيه مشروع نتاع سال دو سبور صحيح امشى المشروع ولاباس وحمد لله وكل شيء عن طريق عقد والامور منظمه وكل شيء وكل شيء صرف الدم قلبها المراه وتعبت وخدمت وعانات 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 وقت اللي نجح لها المشروع جاء الحاج قال لها تعطيني اشطر المحل قالت له هي لا بيني وبينك عقد تبعني مليح كبش الحاج
قالها انت وصيفه وانت بيك وعليك وانت سمره وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا ولدوا اللي قالوا لي ويا زرقاء ويا اللي بيك يا اللي عليك كلاته ترايح فصل المحل نتاعها جيتوا سكنتوا فصل المحل نتاعها وخرجتوها المراه بيديها على راسها هذا اللي قالته قولي شنو صحيح وشنو الغلط السيده هذه كاريا الطاقه الاول هي عماره بويا عندها عماره هذيك ساحه كاريا منها الطاقه الاول باهي صال ديسبو باهي واضح تخدم على روحها ما عندها حتى مشكله معها اوكي باهي عندها سيده هذه من بدات المشكله من يمت عندها اربع شهور مش خالصين كري اربع شهور اربع شهور مش خالصين طب خاشين في الشهر الخامس باهي السيده هذه جينا نقوم في اشغال نتاعنا احنا في الطبق الارضي قلت لك الطبق الاول فيه مساحه 220 متر كرينا لها السيده هذه دونك الطبق الارضي نقوم في الاشغال نتاعنا انتم احرار يعطيك صحه احرار جيت كسرت لي فمت المحل نتاعي قالت لي ما عندك معناتها ما تعمل شيء كم تشاورني قلت لها فاش تحكي يا سيده انت هذا يا محلك يعطيك صحه بالضبط باه يعطيك صحه دونك مشيت معناتها هي كلمه بعد ما كسرت لي قلت لك الباب هذا كسرت شنو ما عندهاش حق كسر يعني هذه هي كسرت باب هذا كل شيء موثق عند عدد المنفذ ومعناتها وعند النيابه العموميه كل شيء موثق معناتها واضح ولا السيده هذه كسرت لنا باب قلت لك افهمني بالباب يا رحمه يعني ما خرجتوهاش ما خرجناش فاش كسرت الباب سمع افهمني لحظه قلت لك احنا الطبق الارضي باهي ولا هي كاينه الجيب هذيكم هي الفوق يعني هي كيفاش تكسر لك الباب انسدها هي ما تشدش هنا علاش كسرت الباب قلت لك لا ما تعمل شيء هذيتي فهمت محلي لاني عماره كامله تبعتني هنا قلت لك فهمتني وما انت تقول في كلام هذا اللي نخذ لا لا شرف لازم تكسر باب يعطيك صحه كسرت باب وكسرت قفال زاد معناتها فهمتني باهي هذيك صحه افهمني لحظه هذيك صحه كسرت الباب هي كلمنا جت الشرطة هم عينة المكان وكذا وقلنا لها رأيت هجمت علينا وسمعتنا الشرطة في الشرطة العادية سمعتنا باي ولا يعطيك الصحة سمعتنا بعد ما سمعتنا روحنا احنا للدار عادي رجعت العشية نعمل في طلة ننقل الأقفال تاع البيبان معناتها السرنتي الكبار تاع الطبق الأرضي مكسرين زاد مقلعين والباب الرسمي تاع العمارة يطلع معناتها الطبق الثاني الطبق اللي بعدها هي فهمتني ولا اللي جا مبدل معناتها ما ضربتوهاش المراه لا لا ما ضربناهاش مستحيل بلاك مشكيتش بيكم في العنف يعطيك صحه كنت بينه في العنف معناتها نضرب مراه وبابا يضرب مراه وخويا يضرب مراه شهاده طبيه شهاده هاتهم لك كيفاش حكايتها شهاده طبيه لحظه خليني نكمل القصه كيفاش باهي كي تهجمت هي قلت لك على كسره المحل والاقفال هكاتي باهي ولتها فيها جت الشرطه عينت المكان وكل شيء باهي قلت له بابا انت ما عندك حتى حل قالنا معناتها ساكيتي خط النهار جمعه العشيه الحكايه تمام فيها قلت له بابا ما عندك خاطر جمعه العشيه سبت معناتها ما يخدمش الوكيل الجمهوريه وكذا سبت وحد مسكرين فهمتني قضاء معناتها فهمتني قلت له بابا انت بيت في البنيه نتاعك عس على بنيتك بيت غاد يعطيك الصحه باش ما تعملكش مشاكل مش تهبش ماتريال ولا ما تعملش حاجه اخرى فهمتني بيت في رزقك بيت هو اخوي الصغير فهمتني عامل سرير في الطبق الارضي بيت طبق ارضي حتو معناتها ملكو يعطيك الصحه ملكو بيت فيه جت هي صباح بكري هي وامها وبابا صباح بكري هذا نهار السبت صباح بكري هذا تهجمت على بابايا تضرب في بابايا تحدف له في دفش البرة افهمني بالبايه سيد في محله يعطيك صح في محله مش في الطبق الثاني مش في الطبق الاول هي عند الطبق الاول فقط هي فهمتني ولا في محله افهمني بالبايه سيد جيت هجمت على بابايا وقلت لك والله تضرب في بالبونه وسمعتها لا ما عندك الحق ما نحكي لكش فهمتني وباباها يضرب في خويا الصغير وانا عارف تحب تستفزنا هي هي في محلها تو ولا مش في محلها مش في محلها هي لا هي علاش مش في محلها خاطر هي في الطبق الاول محلها هي هي محلها تو هي في الطبق الاول تو يعني تخدم على روحها تخدم على روحها ما عندها حتى مشكله معاها احنا هي تخدم تو تخدم على روحها هي خرجونا لا 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 ما خرجناهاش لا لا هذه ما خرجناهاش خلاص احنا كل شيء عندك قلت لك خلينا نسمع لحظه قلت لك انا ما ليش ليش وعلى صبرتوا عليها اربع اشهر ما خلصت قدمي بها قضيه احنا قضيه في الغرض يعني ديك الساعه فما قضيه في الغرض فهمتني والحاكم هو اللي بيهتفى الحكايه فهمتني ما خرجهاش ماشي معناتها افهمني لحظه ديك الساعه باش نكمل لك القصه هجمت على بابايا قلت لك تضرب فيه هي جي اخويا فهمتني وقف بيناتهم طاحت هي من السرير عثرت في السرير وعرقت في بابايا فهمتني طاحت على ظهره فهمتني يحكي لي اخويا فهمتني يحكي لي حتى بابايا فهمتني تصور طايحه ما طاحت ايش معناتها زلقت طاحت فهمتني في لحظه هيك استغلت الفرصه هي تقمص امها وتكلم في التليفون تقول لها تلي تو مش كلم حمايه مدنيه معناتها عملت فيلم فهمت وعلم عملت سيناريو فهمت تو معناتها حتى كي متهجم انا عليها ولا بتهجم عليها بابايا معناتها زعما الامن ما وقفناش تو معناتها ثلاثه تهجموا في المراه زعما علاش حتى اثر عنف تو متهجموا كيف تهجم على المراه انا؟ حول خلنا نسمع واضح يا مدام هو صحيح هذا الكل الكل غلط كيفاش؟ سامحني هو عنده طابق عنده طابق ارضي عمل فيه اشياء عندي عقد عندي اوراقي موجودين الكل هنا عندي عقد كراء محل كامل كيف محل كامل؟ الطابق الاول والارضي والطابق الثاني اللي فوقي قاعد في الترميم لا 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 يا سيدة كل شيء ما نسمعتك مش نحكي راهو ما نسمعتك ولا انا الاشخاص هذوما نهار اللي كريت من عنده الحاج اللي هو المالك بوه
قال لي المحل هذايا فيه الطابق الثاني ناقص ترميم، والطابق الكاف هو اللي اساس نتاع العماره، شكون الطوابق اللي نجم نستغلهم الطابق الاول والارضي؟ الكراي اللي في العقد مكتوبه المحل وندفع كل شهر في زوج ملايين. يا مدام انت قمت بالاشغال في الطابق نتاعك انت بركه. لا 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 محل من اول مره، ولا سيرفاس هذوك هم نتاع الكيد شارج. كيف هي اشغال هي طابق الطابق الارضي؟ خليني نكمل عاد ماني ما سمعتش. خليني من خليني من القانون ومن العقد القانون على جنب. انا من اختصاص القضاء يبين قداش من طابق قداش من كذا قداش. انا اموري القانونيه خلي على جنب. مش قلتي هوني جيت قلت انهم الناس هذوما ضربوني وهنوني لانه فما تمييز عنصري؟ هذه المشكله. هذه المشكله. نحيني من القضايا هذاك تلم القانون ياخو مجراه وانا عارفه روحي على حق. كيف التمييز العنصري؟ الشخص هذا جاني ويهدد فيا والمره بقلب يتسلمين الطابق الارضي يا سينو نتصرف معاك. شنو اللي تصرفتوا معاي في زرقة دهنا الصالة لوني في شوف شكون لمكم في لما خرجوكم من الحومة سراق زيد تقول ما قلتوش الكلام هذا. مستحيل كان قلته ونحلف على القرآن. انت قلت قدام من احلف على القرآن وانا معاك. والله العظيم لو قلت قدام احلف على القرآن وانا معاك. والله اسمع حسيبك الله عز وجل. حسيبك انت ربي. لحظة خليني اكمل. حسيبك انت ربي بالحق على خاطر جيتني وتهجمت عليا ونفس الكلام تقول فيه وتعاود. خليه يتكلم. ونمشي نشكي ونعاود ونصبر. حاجة واحدة نحب نقولها لك قدام 10 ملايين تونسي. خاطر السيده هذه قلت لك عملت الافتراءات الكل كذبت. حسبي الله ونعم الوكيل. خليني اكمل يرحم والديك. عملت اشبه جايه بشتى الطرق معناتها كذبت باللي تخطر في بالك معناتها. قالت لنا احنا عنصريين توني كان انت عنصري. لحظه عنصري لانه خار بالنسبه لك. لحظه مدام خلي جاوب. وعندي شهود على كلامه راه بس مدام قلت لي بالك مش بالك انا وحدي. اشراف خليه يجاوب. اشبه جايه تو معناتها انا كان انا عنصري يا سيد بلا يا ناس كان انا عنصري توني كره هي خلاص توني كان انا عنصري معناتها. انا سالته السؤال هذا يرحم والديك توني كره لك انا. والله العظيم ربي شاهد لي اسمها زي كي جيت معناتها اول ما جيت تكري جيت هي فهمتني وجي معناتها نقول احنا واحد ابيض هي واحد اسود ما هو ابيض جبت هي ولا بابايا قال اللي بيجي الاول فهمتني من كريل جيت فيه الاولى على نياتي مشي بابايا فهمتني ولا حاجه واحده نقولها لها جاي نقولها حاجه واحده بتلاقوا باذن الله يوم القيامه وربي والقاضي سيكون والله. الله عز وجل وستكون الملائكه شهود عليك فهمتني وحسيبك الله عز وجل وعلى جنب واحد قصتوني بالعنصريه نتاعك والله لما تتحاسبوا والله لما تتحاسبوا نمشي للمركز ويعملوا لي ليك لا عادي على خاطركم مسنودين أو والله حقي لما ناخذوا انت ابوك شو قال او المكالي بارتونير انا تخيلوا بيا مدام لحظه ما تكلموش مع بعض تهجموا عليها معناتها اربعه من الناس هي حتى شاهد معناتها شاهد متعدي قلت لك تحت في موجود موجود الشهود كليونات يشهدوا على خاطر جايين ترينوا الوقت هذاك مدام مش كيفكم انتم البنديه مدام لا لا مدام مدام العباره تفرج عليها عباره مدام انا تشبه مدام خليك تتكلم قبيله خلي الراجل يجاوب مش تحكي معها بالله انا حكيت لك القصه كل فهمتني بابايا معناتها تفضل مدام اش عندك باش تقول انا جبتهم هنا باش يخلوني نخدم على روحي انا نهار كريت الوكال هذاك انت عندك اربع شهور مش خالصين مدام شهرين نتاع الكورونا فقط شهرين نتاع الكورونا اللي هي الدوله كامله سكرت شبين على الناس الكل وشكوبيه راه وقاضي قال لهم تخلص والله يا سي علاء والله العظيم خالصين اللي بعد يا ودي انا عندي الاوراق يا اخي نكذب انا خلينا دو خلينا نحكي تو بالله لا لا ما كنت والله كان جتني بامور معناتها لا جت بابايا قالت لي يا عم الناصري كذا فهمتني راني عاوني معناتها راهو كري كذا والله بالتي هي احسن يا ودي علاش تعاونوا فيا ما نخلص فيكم يا تكسير ما تحبوني لغه التحقير انتم ديما بلغه التحقير عندكم انا ما نجمش نخلص شنو اللي فما ما يقول خلص مدام عقل ظروف كورونا ما تنجمش تخلص يا ودي حتى عقل كورونا خلص اسمر ولا اسود والله العظيم باسود باسمر ولا لا لا موجوده عندهم لا 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 هنا ما يزيدش لا لا موجوده لا لا مش موجوده لا مش موجوده هنا عدم الاخلاص ما عنده حتى علاقه بين اسمر وبين ابيض شنو هو زاد اللي ما يخلصش اسمر معناتها عنصري الابيض اذا كان ما خلصوش زاد ما يجيش الكلام هذا والله لا صحيح الكلام لا ما يجيش والله لا صحيح ما يجيش مدام حسبي الله ونعم الوكيل يا مدام يا مدام لهنا يلزم كل واحد ياخذ حقه يا ودي ما عنده حتى دخل انا ما جبتوش لا على خلاصات على قضيه مدنيه انا عدى قضيه تمشي انا على العنف اللي قاعد طفي قلبي وكل كلمه يقالها انا عنف قلت انا عنف انا جيت على جيت على شيء انا فيك وعلاش نعنى فيك انا اقول على روحك ايش جايبك انت اصلا المحل كريت انا من بوك جايبك اصلا يا اشرف يهديك ربي انت علاش تهدد فيا انا عقدي اموري قانونيه علاش تهدد فيا يا اشرف يا اشرف انت ما كسرتي باب ولا وكسرتي اكفاء كسرت حتى شيء عاد خليني نكمل جبت لك عدد ونفس العين ما تقدرش عليا ولا حاجه قضي على جنب ما حصلش روحي هنا بيناتنا القضاء هذيك فيها اما انك تزلزلتي وتتلعبني باسوء الالفاظ لا 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 واحد منكم يتكلم لا مش معناش يتكلم تي نحكي له على جاي على حاجه وهو يحكي لي على حاجه اخرى عند القضاء
انا والله ما حبيت نحكي كان على خاطر فهمتني الجروب لا مثال على خاطر شنو بالعكس لا لا مثال دافع على روحك احنا كل ما قلتش الكلام هذا الحمد لله والله والله يشهد لي ربي مرتاح الحمد لله على حق خاطر ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك لكن انت حبيت تتحيلي شو اللي ذنبي على شنو باش نتحيل على شنو تاكلكم رزقكم انت تحب تسيطر على البنيه كامله انت معناتها تو سي دي سي البنيه انت تدخلت لها مجال الضوء لحتى شيء لا باب لا شباك انا رديتها سامحني سامحني يا اخي انت باش تعمل سال دو سبور في خمسه طوابق والله العظيم بالله انت والله هناكم الطوابق قسما بالله العقد عندي لا فما منها طوابق اصلا طابق طابق ارضي وطابق الاول اللي فيه والله لا فما منها واخرجوا معايا شوفوا العماره كيفاش كانت كيفاش ولت خرجي خويا خرجي خرجي خبير ما تنساش المنحه شو واضح عند القانون بالله ما تنساش المنحة آخر العقد واضح العقد واضح مكتوب في كل شيء خليني من العقد حب حب واحد حاجة واحدة مفلاك خاطر هي هبطت فيديو فهمتني على الفيسبوك معناتها قالت قلنا لها يا سمرة ويطر شنو صبتوش يا سمرة قلت يا وصيفة ومش عندي عند حد أحد خليني نكمل خليني نكمل خليني نكمل ثم تمييز عنصري يا سي علاء في القضية هذه ولا يا سي علاء موجود مدام هو اللي جاوب مش انت يا سي علاء ثم تمييز عنصري صديقي والله مستحيل في الموضوع ولا لا احنا ناس نخاف ربي ومستحيل مش شيء هذاتي خاطر كان ثم ما نكريناش من الاول ايش بحجاي ما نكريناش من الاول ومستحيل لا عنفناها قلت لك هاو باش نخليكم الزوز مع بعضكم لمده خمسه دقائق اذا كان باش تتكلموا مع بعضكم حتى واحد ما هو باش يفهمكم اما وين يجي هو يدافع على نفسه انت تتكلم مدام هذا مش معقول خليه يكمل جملته تفضل يا مسيو تفضل استاذ فهمتني قلت لك بينك وبينها تفضل تكلم اسمع لا انا ما عندي ما نحكي مع السيد لا لا مسال لا مسال خلينا نحكي لك انت لا نحكي لك انت السيد تفضل انا نسمع نسمع واضح احكي لك انت هذه السيده هذه قلت لك عملت شتى الطرق شكت في بابايا الناس سرقها فهمتني بهذلت بابايا معناتها ماشي جاي على الشرطه ماشي جاي راجل كبير قد باباها فهمتني ولا واتهمات انها ضربها واتهمات هذا كله لا اساس له من صح واتهمات انها معناتها تمييز عنصري هذا والله يشهد لي الله عز وجل قلت يوم القيامه قلت لك لا اساس له من الصحه فهمتني بل بالعكس هي تهجمت علينا هي حتفت لي كعبه الياجور هذا كله موثق فهمتني هي ضربت بابايا تضرب في بابايا بالبوني وسمع فيه وسخ وذانه قلت لك وحكايه الشهاده الطبيه اللي تحكي فيها هذه فهمتني قلت لك هي طاحت ربك تفضل مدام تفضل خاوك تكلم توا انت تكلم نجم نجاوب تفضل ما كسرت حتى شيء في المحل المحل انا اللي صلحته ولتو قاعده نصلح فيه اصلا شنو فيه باش يتكسر انا قاعده نرمم فيه حاجه اخرى العقد نتاعي واضح وصريح وما ناقص حتى شيء وورقي هي موجوده لهنا تشكك في الشهاده الطبيه نتاعي انتم اربع ايام تتصايدوا فيها في الصاله وقتاش نبدا وحدي بالله سيدي جايبوك واخوك الصغير ومعكم شخص آخر ما نعرفوش عنفتوني وكليوناتي طالعين الوقت هذاك يشهدوا عليكم يشهدوا على اللي صار أمي بابا كي دخلوا والله دخلوا على غفلة لكلمت واحد فيهم الناس اللي قاعدة البرة خاطر أنا صالتي الريدوات كي هبطوهم لشتر بحذايا نقري في راه أنا وقتك يوم متكتلوا علي ويضربوا فيها ثلاثة أنا حذفت بابس حاجاك بابس البول اللي مخلينهم لي فهم كتشي تكذب 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 إيه تكذب تكذب أنت نهار اللي شكيت أنا على السرقة قلت ما عدناش مفتاح دوب ومستحيل مدخلوا له المحل والكاميرا رصداتك أنت وشخص آخر داخل المحل والمحل مسكر المحل يا رزق بابايا رزق بابايا المحل بتاعكم كتبتوا كريم ما عندكمش حق تدخلوا في غيابي عندك طبق الاول فقط مشكوري راهو لكريم باهي يا سيدة فهمتني ولا طبق الاول فقط كل موجود فيها هذاك اللي تحكي عليه أنت عندك الطبق الاول يهديك يهديك باش شكونك انت باش تقصيني على خاطر لوني ولا على خاطرني امراه ولا على خاطرني ضعيفه مستحيل هذا كله كذب شكونك انت بالمجد انا الحمد لله قاري يا سي علاء انا قاري قاري شنو اللي قاري خليني نكمل انا متربي انا متربي مع اصحابي صغار فهمتني علي ما هذا كله ما انت متربي معاهم وكبرت معاهم فهمتني ما تكلموش فوق بعضكم ما تكلموش فوق بعض انا متربي معاهم وكبرت معاهم اصحابي تحكي لهم هم سمر وهذا كذا ما انت تقول انت كي تحكي هيك ما انت ما عنديش ما نحكي معاه انا والله لا خاطر الصلح ولا وصلوا القضية شنو أنا القضية واصلة أنا جبتهم باش يعاقوني بك القضية عرفتها متواصلة أموري كل قانونية أنا نحبكم أنتم تعاقوني شوهتوني ساعة أنت في البلاصة رزقي وقطعتوه شو ما زلتوا تحبوا أكثر أنتم عندكم الحق أنتم خاطر باللي بتهينوا العباد وباللي تظلموا وباللي تعفسوا مازال عندكم وقت باش تتفرهدوا مثلا عندكم وقت باش تبدلوا جو بلا مشكل. لا مدام زاد اللي يتفرهد مش معناتها هي اللي لا على خاطر يبدا انسان ظالم صح عليه يجي النوم. يا سي علاء يا سي علاء يا سي علاء. انا زدت الكريماسات نتاعهم وقت ما ضربوني. وقت ما قالوني وقت ما نسيت حتى شيء. ينتهي الموضوع لا 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 ينتهي الموضوع. يا سي علاء بالحلال. شو دقيقة. مدام سمحت لك أكثر من 35 دقيقة باش تتكلم. وقت اللي جاء الطرف الثاني أفاد ما يفيد العكس. أما أنك توصل. اتهمته بالتمييز العنصري وكذا قلت حتى يجي الطرف الثاني اكد هو قال لا انت قول اللي تحبه هو يقول العكس يا مدام انا لهنا راني محايد اما ما نسمح لك الزاده في اطار
أنك في قضية مدنية بينك وبينه أنك توجهله زاد اتهامات قد لا تستقيم مع الموضوع هذا فقط في إطار الحياة دي مدى. قول اللي تحب ويقول اللي يحب، أما تخليه يقول اللي يحب. تفضل إجاك بحذاء. أقف مدام. بسم الله. أقف مدام. من واجبي أنا محايد اليوم جيت اليوم مرحبا بكم على عيني وراسي اليوم. نتمنى أن الممارسات هذه إذا كان موجودة جودي بيان، إذا كان موجودة ممارسات التمييز العنصري في القضية اللي بيناتكم أنها تتنحى إذا كان موجودة، وإذا كان مش موجودة يا حبذا تقبل تتقابل مع المرأة هذه وإلا لا؟ علاش متقبل معها؟ نسأل فيك يفتح هذا الستار نعم أم علاش؟ على أنه مبدأ على مبدأ تتصالحوا الليلة يفتح هذا الستار نعم أم لا؟ علاش متصالحوا هي جات سؤالي ليك يفتح واضح. هذا الستار نعم أم لا؟ على أنه مبدأ ما بدكش على مبدأ الصلح بيناتكم صلح علاش على أنا صلح على الخلاف اللي كان لا لا كما تعترف فيه قدام 10 ملايين تونس معناتها ان احنا ما استعملناش مع العنف ما استعملناش مع العنصرية ما استعمل معناتها ما ضربناهاش تعترف مدام بهذا والا لا مش نعترف الفيديو تيعترف واحد تعترف بهذا ما نعترفش ما تعترف يفتح هذا الستار نعم ام لا شكرا لك ميرسي القضيه الليله قضيه تمييز عنصري والا ماهيش تمييز عنصري قضيه مدنيه والا ماهيش قضيه مدنيه كل واحد يحكي في الروايه اللي يحكي فيها نجي ساعات مع اللي تسلط عليه ما يسمى بالتمييز العنصري على حد روايه ونجي ايضا ساعات مع من ينفي حالة أن نسلط التمييز العنصري على غريب لهنا هذا هو الحياد بالفعل على كل الليلة القضية مطروحة ثم تمييز عنصري مش في الحالة هذه لأنه ثم ارتداد متاع أفكار داخل بعضها ما تفهمش قضية متاع كراه ولا قضية تمييز عنصري أو شيء من هذا القبيل على كل أما الظاهرة راي موجودة في تونس وهذاك علاش البرلمان التونسي صادق في 28 أكتوبر 2018 على أول قانون يقضي على جميع أشكال التمييز العنصري مشاهدة طيبة للجميع بعد الفاصل باش نتبعوا حكاية الكوتجيفواري جيريمي صاحب فيديو التعنيف اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي انا فلا با بيد نو ريزون من الاول ما حاولش انا هاني قاعد نشوف من بعد دفع على روحه من حقه زاد سي توت في نورمال انا فلا با بيد نو ريزون دونك اون ا با رياجي دي تو